أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من يضع صوت الأذان أو صوت قراءة القرآن في نغمة الجوال؟ هذا ما هو بيجيب القرآن ولا الذكر رغبة فيه، وإنما يريده منبه فقط، ولا يستعمل القرآن للتنبيه أو الذكر للتنبيه، إنما يستعمل للعبادة، للعبادة لا للتنبيه فقط. فبإمكانه أن يجعل منبه غير القرآن أو غير الأذكار، يجعل جرس أو شيء يدق دق ولا فيه موسيقى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.